حاضر استاذ حلوي، هنقدر نسلك المايك. مساء الفل، مساء الورد، مساء الياسمين، مساء الهنا، مساء السعاده، مساء الحب، مساء الطاقه الايجابيه، مساء العسل. عليكي احلى حاجه حصلت في الدنيا، على امي، على بنتي، على صاحبتي، على جارتي، على حبيبتي. مساء كل حاجه حلوه. عليكي يا ست الستات، عليكي يا ست البنات. اخر حلقه في هذا الاسبوع، والايام بتجري بسرعه. بتوحشوني ووحشتوني وهتوحشوني. اول 10 دقايق بتبقى عشانك. لميه حكايه، قصه قد تكون مؤلمه، وللاسف الشديد، للاسف الشديد احنا معانا قصتين، كل قصه فيهم مؤلمه اكتر من التانيه. قريت رسالتك كويس وحسيتها، وعيطت معاكي او عيطت قبلك. كل كلمه كتبتيها انا حسيت بمرارتها، وحسيت ان انتي بتستنجدي بيا او بتستنجدي بينا، بتدوري على امل ومش لاقياه. شفتك وانتي بتحبيه، شفتك وانتي بتديله، شفتك وانتي بتراعيه، وحسيتك. بنوته دخلت في علاقة حب، لكن دخلت في علاقة حب بجد، حبت بجد، ودت بجد، وتألمت كمان بجد. بعد فترة من الوقت اللي هو كتير، ابتدى يزهق منها، ابتدى ما يردش على تليفوناتها زي الأول، ابتدى ما يكلمهاش زي الأول، ابتدى يستخف بحبها لي. بعد شوية وقت ابتدى يقول لها انا مش قادر اكمل، بعد شوية وقت ابتدى ينفر منها، بعد شوية وقت انهى العلاقة. كده انهى العلاقة، ولم يدرك اثر انهاء هذه العلاقة على البنت دي. مش عارفة اعمل ايه يا رضوى. حاولت ارجع له وترجيته واستنجدت بيه، قلت له اللي انت عايزه اعمله فيا اعمله، بس ما تسيبنيش. ما رضيش، ما كانش عنده رحمه بيها، او يمكن ما حبهاش، او زهق، راح يشوف واحده تانية غيرها، وهي حقيقي يأسة ومش عارفه تعمل ايه. الحين انا فكرت كتير قوي في الاجابه او في الحل، ما لقيتش، فقررت اسالك شوية أسئلة. أنت أهم ولا هو أهم؟ سألتي نفسك السؤال ده؟ لو حطيتي نفسك في كفة وحطيتيه في كفة، كفة مين فيك اللي هتربح؟ حياتك أهم ولا حياته أهم؟ الحقيقة إنه التوصيف الصحيح للراجل أو للي عمله الراجل ده مش إن هو سابك. التوصيف الصحيح انك كنت في حضنه وطردك من حضنه وقفل في وشك الباب. عليكي حل من الحلين، يا اما هتبداي تخبطي على الباب كتير جدا ومحدش هيفتح لك، وهتضطري تنزلي الى الشارع لوجوه غريبه وجديده غير متعارف عليها، قد تكون طيبه قد تكون شريره، او ان انت تقعدي تخبطي 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 لحد ما يفتح لك الباب. لكن لو هتخشي من الباب ده لازم تعرفي انك هتخشي ذليله، مذلوله، مكسوره، وشك في الارض، اتشتمتي او اتضربتي او اتهنتي او اتقالك اي كلام اي مكان، لازم تكوني بتستقبليه بصدر رحب. هل هو ده الحب؟ الحقيقه ان انا ورا مشكلتك امبارح كانت في اغنيه بالصدفه شغاله جنبي، فانا قررت اكتبها لك، عشان بعد ما اكتبها لك هقول لك انا كتبتها لك ليه. شيرين، ده مش حبيبي، ده حد تاني، فين رقته وحنيته وخوفه عليا؟ فين الكلام الحلو اللي كان بيقوله ليا؟ ما بقتش شايفه منه الا يا دوب ملامحه، وحتى دي برضه مش هي هي. ده مش حبيبي، ده حد تاني، عامل ملاك الطيب الصافي البريء، واللي زمان فرش لي بالورد الطريق،
ما طلعش زي ما انا كنت شايفاه بعينيا، حبيته ليه وازاي قدرت اعمل كده؟ كان عقلي فين؟ شكلي عملت في نفسي عامله؟ فاكر يا قلبي في يوم زمان انا قلتلك ما تحاولش تشوف حقيقه حد كامله؟ ده مش حبيبي، ده حد تاني. انتي حبيتيه علشان خاطر كان رقيق وكان طيب، كلامه كان حلو ومشاعره كانت جميلة. ما بقاش ده موجود. اداكي سبب لحبه واداكي سبب لكرهه. عليك انك هتغمضي عينك، هتدعي ربنا من قلبك يا رب يا رب يا رب، استحلفك بالنبي استودعتك قلبي يا رب، خرجه من قلبي، مش قد ألمه، مش قد فراقه، مش قد وجعه، ومش قد تعبه. معلش، مش هتخبطي على بابه تاني، هتنزلي السلالم. كل سلمة هتاخد وقت وكل سلمة هتبقى صعبة، بس صدقيني لما تخرجي للشارع احتمال تقابلي ناس أطيب، ناس أحسن، ناس أنظف. وده إجابتي على قصتك. مشكلة التانية أنا هقراها، لأن أعتقد إنه كلامها هيكون معبر جدا عن ما أنا ممكن أطلع على الهواء أو على شاشة وأحكي. كلامها أعتقد إن هي لازم تكون شاعرة، لأنه بداية الكلام يخض ويشد. كنت فاكراه بيخوني، طلع بيخوني معايا، بيخونها معايا. تاني، كنت فاكراه بيخوني، طلع بيخونها معايا. كنت فاكراه العوض، طلع الضربة التانية. بعد أول حب في حياتي 4 سنين، بعد ما عملت حادثة، عملت عمليتين ورم، استئصال عمليتين ورم، بعد ما اتعالجت وبعدت عن أهلي، قلبي اتكسر وظهري اتكسر، كنت فاكراه العوض يا رضوى. لما حبيته عملت كل حاجه، بدات اتشد ليه، دخلت معاه في علاقه، كنت مبسوطه وسعيده وفرحانه كاني طايره من على الارض. طير بيشتغل كذا، وسيم وابن ناس واخوه بيشتغل كذا، ماديا هو كويس جدا، ما فيهوش اي عيب. بعد كام شهر ابتدى يتغير معايا، حسيت ان في حاجه غلط. جالي مكالمه تليفون من واحده قالت لي هو انت تعرفي فلان؟ قلت لها اه اعرفه، احنا مرتبطين تقريبا من شهرين. قالت لي مرتبطين من شهرين ازاي واحنا مرتبطين من 7 شهور؟ اتصدمت وعيطت وتعبت، قعدت اكلم نفسي، قعدت اكلم البنت، قعدت اكلم الحيطه، ما بقتش عارفه اعمل ايه. واجهته، بعت له رساله اقول له انت ازاي ممثل كده؟ ازاي بتحلف بمامتك اللي بتموت عشان كده انت مأجل جوازنا؟ ازاي وازاي وازاي وازاي؟ وفي آخرة الرسالة قال لها هو ده اللي كان عندي، هو ده اللي عندي وان كان عاجبك. عايزة تكملي على كده اهلا وسهلا، مش عايزة تكملي على كده ما تكمليش. ضحكت وعيطت، وده كان اصعب حاجة، اصعب حاجة يا رضوى انا مريت بيها. بقالي اسبوع في البيت، مش عارفه انزل، مش عارفه اروح الشغل، مش عارفه اعمل حاجه، مش عارفه اشوف بني ادمين. لحد امبارح يوم الخميس، الرساله دي كانت يوم الجمعه اللي هي امبارح، لقيتها منزله، هي البنت منزله ستوري وهو معاها وهم خارجين سوا، وكاتبه له بحبك والدنيا لطيفه وما فيش اي حاجه. ليه الناس بتعمل فينا كده؟ ليه الرجاله بيخشوا يبهدلوا حياتنا ويخرجوا منها؟ ليه يا رضوى؟ ليه؟ احنا السبب، احنا السبب، احنا بنديهم اكبر من حجمهم، بنحسسهم ان هم العيشه والدنيا والدين، بنخليهم اول اولوياتنا اذا ما كانوش كل اولوياتنا، بنحسسهم ان احنا من غيرهم هنموت،
وانك نهاري وليلي وشمسي وقمري، وانت بالنسبه لي محور الكون. فبيفرح بنفسه بشبابه يا حبيبي، بيفتكر انه عنتر ابن شداد اللي جاب الديب من ديله ومحدش تاني جابه. اذا بعض الرجال بيخشوا علاقات مع البنات وهم مش فارق لهم، فاحنا للاسف بنخش كل علاقه واحنا فارق لنا، وبنبين لهم ان احنا فارق لنا، وبناكد لهم انه فارق لنا. لكنها تجربه. عمرك ما هتكوني قويه الا لما تتكسري. عمرك، معلش عفوا يا جماعه، عمرك ما هتقفي الا لما تقعي. عمرك ما هتحبي بعقلك الا لما هتحبي بقلبك. عمرك ما هتبقي شديده وقويه الا لما تتالمي. يقال ان الحب الاول لا ينسى، ويقال ان الحب الاخير هو الحب الحقيقي. الحب الحقيقي هو الحب اللي هيستمر معاكي طول العمر، الراجل اللي هيحبك ويحافظ عليكي ويحب عليكي وعلى عياله وعلى بيته وعلى الدنيا، وتبقي بالنسبه له كل حاجه. في حب مؤلم، في حب بيعلم، وفي حب بيقوي، وفي حب بيسند. في أنواع كثيرة من الحب، لكن في أي حب أنت داخلاه، أي حب قررتي إنك تحسيه، لازم تحسيه بعقلك قبل قلبك، لأن لغة العقل أقوى كتير من لغة القلب ولغة الجسد. مؤلم جدا اللي أنت كتبتيه وأنا عارفة، لكن هتعدي علينا تجارب في الدنيا ورجالة وستات وبنات وبني أدمين وشغل، مش مطلوب منهم إن هم يقعدوا، مش مطلوب منهم إن هم يكملوا معانا، مطلوب منهم إن هم يعلمونا، يعلمونا عشان نبقى أقوى، يعلمونا عشان نبقى أحلى، يعلمونا عشان نبقى أحسن، يعلمونا عشان نبقى أجمل. لو رجع بيا الزمن 7 سنين لورا وحد حلف لي المية تجمد قدامي اني انا هكون رضوى الشربيني دي، عمري ما كنت هصدقه ولا كنت احلم. لكن ايوه، في تجارب علمتني، وفي تجارب وقعتني، وفي تجارب كسرتني، وفي تجارب قومتني، وقررت ان ابقى رضوى الشربيني. فأرجوكي، أرجوكي تألمي، لكن وانتي بتتألمي لازم تعرفي إنها تجربة وحدت. نرجع لابتسامة حاجة، ونرجع للحلقة الجديدة هنبتديها بتقرير قدش كده، ونرجع لكم من هنا وبس.